دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية. صباح الخير دكتور عبد المسيح. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك استاذه المشاهدين الكرام، اهلا بيك. يمكن اليوم العالمي للطاقه بيهدف لضمان طاقه امنه ومستدامه للجميع، وده من خلال تطوير السياسات الوطنيه اللي بتعكس المنظور العالمي للطاقه. كيف ترى مصر وموقعها من هذا الملف، خاصه مع اتجاه العالم كله للاقتصاد الاخضر وانتاج الهيدروجين؟ الحقيقه مصر بتبذل جهود كبيره جدا في مجال التوسع في الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده، ايمانا بدور مصر الاقليمي والدولي للمساعده في تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المسبب الرئيسي لقضيه تغير المناخ. الحقيقه لو العالم كله في البدايه تحول الى استخدام الطاقه الجديده والمتجدده وابتدى يعني ينتهي تماما من الوقود الاحفوري المسبب لهذه الظاهره، سوف يصل انخفاضات الانبعاثات باكثر من 70 الى 90%. يعني المشكله الحقيقيه في استخدام الوقود الاحفوري، عندما يحرق يطلع ثاني اكسيد الكربون. لو العالم كله ابتدى يتجه الى الطاقه الجديده المتجدده، ده هيكون له اثار كبيره، ده حتى كمان هيخفض انبعاثات الكربون من 20 الى 25 جيجا طن انبعاثات سنويه، وحسن بشكل كبير تغير المناخ. الحقيقه مصر بتقوم بجهود كبيره جدا في هذا الاطار. عندنا اولا مشروعات الطاقه الشمسيه في اسوان ببنبان، ودي من اكبر المشروعات او على مستوى العالم، لدرجه ان هذه المحطه واخده جائزه من الامم المتحده منذ عده سنوات. تبلغ الطاقه الانتاجيه لها 1465 ميجا وات، وتم تصميمها عشان تستخدم التكنولوجيا بفكره الالواح الشمسيه. نعم. عندنا كمان طاقه الرياح في منطقه الزعفران والعين السخنه وجبل الزيت، ومصر ايضا بتتوسع في الخلايا الخاصه بهذه الطاقه الجديده والمتجدده. عندنا الطاقه الكهرومائيه اللي هي تيجي من السد العالي. عندنا ايضا الطاقه الجديده وهي الطاقه الخاصه بالطاقه النوويه. عندنا انشاء حاليا مصر ماشيه في انشاء محطة الضبع اللي بتهدف إلى توليد كهرباء بتكنولوجيا آمنة. عندنا طبعا زي ما حضرتك تفضلتي طاقة الهيدروجين الأخضر، ويمكن هذا الهيدروجين الأخضر بيجي بالتحلل الكهربي للمية. أي مية بنحللها بتطلع أكسجين وتطلع ثاني أكسيد هيدروجين، وهذا الهيدروجين عندما يحرق مفيش فيه ذرة كربون، فبيديني طاقة عالية جدا. مصر تسير في هذا الملف بشكل كبير جدا، وفخامة الرئيس وقع القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن التسهيلات للمستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر، بحيث المستثمر يقدر يستورد الآلات والمعدات الخاصة بإنتاج هذا الهيدروجين الأخضر من الخارج، وبتخفيضات وتسهيلات كبيرة جدا، لأن مصر منطقة فيها قناة السويس، وهذه المنطقة تستطيع أن هي تمد الاتحاد الأوروبي بهذا الهيدروجين الواعد، وبالتالي مصر تخطط لإنتاج من 5 إلى 8% على مستوى العالم. والنهارده في اكثر من 21 اتفاقيه في الاتحاد الاوروبي لتكون مصر سباقه في هذا الاطار، وبالتالي مصر الحقيقه بتبذل جهود كبيره جدا، والدوله بتبذل جهود كبيره جدا. ده له امباكت او له تاثير على البيئه، من تحسين عناصر البيئه الاساسيه، تحسين الهواء وانخفاض معدلات التلوث، تحسين التربه، تحسين الغذاء، تحسين جوده الحياه للمصريين، وده الهدف الاول من اهداف مصر في التنميه المستدامه 2030. بشكرك دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية.